تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 7 يوليو 2020، واختصر المقدمة اللي حضراتكم عارفينها إن ليه ربنا قال لنا الأحداث دي؟ عشان حياة اليقظة الروحية. فربنا سبق وأخبرنا بكل النبوات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نخافش زي ولاد العالم. ومنها النبوات اللي أنا قلتها على مصر، ليه ربنا سبق وقال لنا عن نبوات مصر وغيرها وغيرها، والحروب، أخبار حروب وأوبئة وزلازل والكلام ده كله، لأن هو وعد إن هو يحافظ علينا في نفس الوقت. فقال لنا قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش. لا تخافوا، ده اللي قاله. برضو أوجه نفس كلامه لشعوبه في الشرق الأوسط، ولاد ربنا في أشور وفي مصر وفي غيره. لا تخافوا، لا ترتاعوا. كل ما تسمعوا بالأخبار دي ثقوا بربنا، انتبهوا لحياتكم الروحية ولا ترتاعوا. هو ده القصد ربنا. هدف التاني، علشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا. فربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن، لأنه مستحيل تكون متألفة وتحصل بدقة قدام عينينا. ده يؤكد روعة ودقة الإيمان المسيحي اللي سبق وأخبر بالتفصيل بهذه الطريقة في الكتاب المقدس، بطريقة حتى ما تنفعش تكون لا محرفة ولا مؤلفة ولا بالصدفة ولا غيره. الحاجة التالتة، عشان حياة الاستعداد. لما تسمع الكلام ده تنتبه وترفع راسك لفوق، لأن نجاتكم تقترب. استعدوا لحياتكم الروحية. علامات في السماء. محاولة اختراع حساس للدارك ماتر، المادة الغامقة اللي ملهاش وجود، اللي ملقوهاش وملقوش أي دليل عليها، لكن افترضوها علشان لازم تبقى فيه حاجة ماسكة الكون. طيب اللي ماسك الكون الجاذبية، بس إيه اللي يمسك الكون اللي متباعد جدا عن بعض ده جاذبية إيه؟ يبقى فيه مادة 97% من الكون مش شايفينها هي اللي ماسكة الكون بالجاذبية. يا صلاة العلم، ما علينا. فاخترعوا حساس للدارك ماتر اللي ملهاش وجود. ليه؟ أصل فشلت كل المحاولات لإثبات وجودها. الكلام ده من نيو ساينتست. فعملوا ديتكتور with billion sensors عشان يمكن يكتشف، may finally يلاقي حاجة يقولوا عليها دي الدارك ماتر اللي هي مفروض 97% من الكون ومش لاقيين لها دليل. عارفين ليه؟ هشرح لحضراتكم الموضوع ده يمكن شيء من التفصيل لما أوصل للتطور الكوني، ولكن باختصار شديد. قد يكون في مواد احنا مش عارفينها في الكون، أنا مش بنكر ذلك، ولكن الفكرة الأساسية المبنية عليها فكرة الدارك ماتر اللي هي المفروض 97% من الكون اللي مش لاقيين لها أي وجود. آسف، معرفش كلا ألم بيكتب وحش ليه. anyway، فالمادة الدارك ماتر اللي المفروض 97% من الكون دي علشان يبقى الكون متماسك، لأن بدونها الكون ما ينفعش يبقى متماسك. طبعا احنا الكتاب المقدس قالنا ايه اللي ماسك الكون، صح؟ حضراتكم عارفين ولا لأ؟ اللي ماسك الكون هو ربنا، اللي مكتوب في الذي فيه يقوم وفيه يقوم الكل، هو اللي ماسك الكون. لكن هما طبعا ما فيش ربنا يمسك الكون، يبقى لازم تكون في مادة هي اللي ماسك الكون بالجاذبية، فاخترعوا حكاية الدارك ماتر 97% من الكون. قد تكون في مواد ما بنشوفهاش، ما لا أنكر ذلك، ولكن فكرة ان مادة 97% في الكون ومش شايفينها وما لهاش وجود عشان تمسك الكون بالجاذبية، دي فقط محاولة للهروب من وجود إله خالق هو اللي ماسك الكون. تزايد معدل لمعان مذنب نيو وايز، وادي صوره كومت نيو وايز. المذنب ده بيفعل شيء يوصف بأنه نادر، بأنه يضيء بعد إضاءة الفجر، وادي صورته قدام حضراتكم. انفجار نيزك كبير فوق اليابان، ده من ديلي ستار، وآدي صورته. 30 يونيو 19 كرة نارية في يوم واحد، وفي تزايد الكرات النارية يوم واحد. 31 1 يوليو 13 كرة نارية في يوم واحد، يوم 2 يوليو 10 كرة نارية، يوم 3 يوليو 15 كرة نارية في يوم واحد. الطقس المتقلب اللي بيزداد تقلب، الأحداث اللي كانت تحصل على مدار 50 سنة بقينا نسمعها بتتكرر كل شهر. فيضان يحدث في وادي سانتان يؤدي لكوارث. أمطار غزيرة تسبب فيضان في مومباي في الهند، وحالة الطوارئ ده من The Time of India، بيقوا ماشيين كما لو كانوا بيعوموا
صواعق قتلت 31 شخص، والفيضان قتل شخص في مومباي في الهند. صواعق في 10 أيام قتلت 147 شخص هندي، ويتوقع أن الموقف يزداد سوءاً. ده من روشن توداي. تخيلوا الأرض بتاكل سكانها بمعدل قد إيه. موت على الأقل 100 في انزلاق طمي بسبب الأمطار في ميانمار. ده من آر تي نيوز برضو. كل دول بيموتوا من أحداث طقسية في نفس الأسبوع. فعلا الأرض بتاكل سكانها. أيضا 14 شخص غالبا ماتوا في فيضان ضرب بيت مسنين بسبب الأمطار الكتيرة في جنوب اليابان. ده برضو من راشن توداي. وحتى الأمر وصل إن عدد ضحايا الفيضانات في اليابان إلى 50 شخص ماتوا وعشرات مفقودين. في طبعا الكوارث أو الخراب اللي سببه الفيضانات دي في اليابان خراب كتير، طرق اتشالت بالكامل. كارثة الجفاف تزداد في بورتوريكو وإعلان حالة الطوارئ، وفي 140 ألف شخص ما عندهمش مية جارية. موجة تانية من رمال الصحراء الكبرى توصل لأمريكا، فدي تاني موجة. بالإضافة للكوفيد والزنابير القاتلة ورمال الصحراء الكبرى، أيضا موجة حارة بشعة قد تسجل رقم قياسي تاريخي قد تحدث في شهر يوليو. ده من ديلي نيوز. كل ده بيحصل مع بعض. الضربات دلوقتي بدل ما كانت بتيجي فرادة وكل عشرات السنين تحصل حاجة، دلوقتي بقت تيجي من جماعة وفي نفس الأسبوع أو في نفس الشهر نسمع عن كذا ضربة شغالة مع بعض. الزلازل أيضا اللي بتستمر في التزايد. يوم الثلاثاء اللي فات 42 زلزال في يوم، يوم الخميس اللي فات 40 زلزال في يوم، يوم الجمعة 70 زلزال في يوم واحد، يوم السبت 42 زلزال، يوم الأحد 46 زلزال منهم 1.6 تخفض ل 5.9 في فانواتو، يوم الاثنين 53 زلزال في يوم واحد ما بين متوسط وقوي منهم 6.6 في اندونيسيا و6.2 في مايكرونيسيا. الاسبوع ده كنت متخيل اخيرا اسبوع هيعدي بدون زلزال رقم 6، واللي كان 6 تخفض ل 5.9، ولكن فوجئت انه حتى الاسبوع مش عايز يعدي من غير رقم 6. الاسبوع ده حصل فيه 88 زلزال قوي بس، منهم 3 ستة فما فوق أو اتنين ستة وستة وستة واتنين وواحد كان ستة بقي 5.9. أيضا البراكين المتزايدة. حاضر أستاذ سيفير حجيله. يوم 1 يوليو متابعة لنشاط 8 براكين قوية. ده من فولكينو ديسكفري. على فكرة بدأ الخبر عن الطاعون اللي في الصين وبدأ على طول الكذب الصيني مع أستاذ سيفير. يوم 3 يوليو متابعة لنشاط 9 براكين قوية. جزيرة لهاواي تتكون في المحيط الهادي. وملخص البراكين النشطة في يوم واحد، بدل ما كنا نسمع عن 3-4 في السنة، بين كل دول نشطة في نفس الوقت. اللي برضو في نفس الوقت بتزيد فيه موت الكائنات الجماعي، بدل ما كانت حادثة أو اتنين في السنة، كل ده بنسمعه في نفس الأسبوع. يوم 17 يونيو موت 10,000 من الأسماك في محمية في البرازيل. كل ده سمك ميت بالأطنان. نفس اليوم موت 2 طن من الأسماك في خليج في منطقة أخرى في البرازيل. كل ده قدام حضراتكم سمك ميت في كل هذه المساحة. أيضا بالأطنان بقى خلاص سمك البحر بينزع بالأطنان باستمرار كل أسبوع. يوم 18 يونيو قتل ما يقرب من 1,000,000 خنزير بسبب انفلونزا الخنازير في نيجيريا، وده من الجارديان. يوم 19 يونيو موت مئات من الأسماك في خليج في كندا، ده من سي تي في. فيروس شبيه بالإيبولا يستمر يبيد الآلاف من الأرانب في جنوب غرب أمريكا، ربنا يستر ما انتشرش للبشر. ده من ديلي نيوز. وبقية الأوبئة. على عكس اللي كان بيحصل في البداية،
ان الكوفيد كان بيضرب الكبار في السن لو تفتكروا، دلوقتي فيروس كورونا اكشولي نسبة وتناسب بيضرب اللي سنهم اصغر من 40 سنة بنسبة اكتر، وتجعلهم اكثر مرضا من الكبار، بل كمان المشاكل والإصابة بتستمر عندهم فترة أطول من اللي كان بيحصل للمسنين في بداية الإصابة. ده من ياهو نيوز. معدل الإصابة يوم الأربعاء يصل لأعلى معدل ليه، فوصل ل 218 ألف في العالم يصابوا في يوم واحد. ده من جون هوبكنز، ولكن الرقم ده اتحسن نشكر ربنا جدا. فعلى سبيل المثال دلوقتي آدي الإصابة النهاردة وصلت ل 11,679,000، منهم 539,000 حالة وفيات، كل شخص عزيز جدا علينا وعلى أهله. والإصابة العالمية بدأت تتناقص، نشكر ربنا وأتمنى ده يكون البداية. فبعد ما وصلت ل 218,000 أو 216,000 بدأت تتناقص، فوصلت دلوقتي إلى 167,000 في اليوم أو 168,000 في اليوم، وأتمنى أن الإصابة العالمية تستمر في التناقص بهذا الأمر. لكن في دول كتيرة، أمريكا يعني رغم أن الإصابة بتتناقص بس الأعداد كانت وصلت أرقام بشعة، فأمريكا كانت في موجة تانية ولكن بدأت تنقص. البرازيل الإصابة فيها عدت الهند وعدت روسيا. الهند لا تزال تتزايد الإصابة وبشدة، والهند دي كارثة قنبلة موقوتة. معرفش مين كان موجود معانا من شهر مارس مع بداية انتشار الكوفيد، ومعرفش إذا كان حد يفتكر ولا لأ، بس لو رجعت للتسجيلات بتاع التعليق على الأحداث في شهر مارس هتلاقوني بقول الكلام ده. أنا عيني على الهند، لا تزال الهند على فكرة الكارثة هتزيد فيها. اللي يرجع لمارس هتسمعوني بقول الكلام ده. روسيا الإصابة بدأت تقل فيها أيضا، بيرو الإصابة بتزيد فيها، شيلي الإصابة برضو مستمرة، بريطانيا بتقل، المكسيك مستمرة. دول اللي بدأت تحصل فيها موجة تانية في أمل إن هي تقل، فزي إيران بعد ما حصلت موجة أولانية ونزلت بعد كده بدأت موجة تانية بدأت تتناقص، زي على فكرة إيران دول تانية على سبيل المثال إسرائيل الموجة التانية فيها قوية، ساوث أفريقا الإصابة لسه بتتزايد، تركيا الإصابة فيها بتتناقص، وهكذا. اللي بيسأل على مصر، الإصابة حسب الأخبار اللي بتقولها مصر بتتناقص من أول يوليو. طبعا ده يعتمد على كفاءة الفحص، هل في اختبارات كافية للناس ولا لأ، ودقة المعلومات. هفترض انه في بحث وفي المساحات متوفره لكل الناس اللي عايزه، رغم انه اشك في ذلك ولكن افترض، والارقام بتذكر وبدقه رغم ان زمايلي يؤكدوا لي خطا الكلام ده اللي شغالين في مصر، ولكن ما علينا. المهم anyway اتمنى يكون فعلا معدل الاصابه في مصر بيقل hopefully، وتكون فعلا خلاص الاصابه في مصر زي بقيه الدول hopefully تكون بتقل. زي ما قلت لكم في دول تانية بتضرب وبتضرب بموجة تانية قوية، على سبيل المثال إسرائيل السكند ويف اللي ضربت إسرائيل زي إن لم تكن ممكن تبقى أقوى من الأولانية. في دول زي على سبيل المثال اليابان برضو في بداية موجة تانية ربنا يستر. دول اتحسدت زي أستراليا اللي قلنا الإصابة اتحكموا فيها كويس جدا وممتاز وبتاع، ووصل إن هما في أيام يبقى دوبك 3 4 حالات إصابة في اليوم، دلوقتي رجعوا مرة تانية الإصابة توصل بالمئات وهكذا. برضو أستاذ الحبيب جيسس فور إيجيبت، الهند خلي بالكم من الدول اللي برضو إمكانياتها محدودة صحية، فهل في مساحات متوفرة تقيس أو تختبر البليون و300 مليون شخص أو المصاب منهم؟ على فكرة برضو ليا صحاب وزمايل أسرهم موجودين في الهند بيقولوا الناس بطلت تروح المستشفيات في الهند لأنه من كثرة الحالات بيحطوا سراير في الشارع في الهند، مفيش أماكن، والناس تقعد على السرير في الشارع مع الأمطار مع المصايب اللي بتحصل، ومفيش دكتور ولا ممرضة بتجيلهم ولا فحص واحد بيتم عليهم فبيموتوا، فالناس بطلت تروح المستشفيات في الهند. أنا بقول الكلام ده
من ناس شهود عيان في الهند بيبلغوا أفراد أسرهم اللي هنا، وده اللي بيقولوه. فالهند برضو ال 600 و 1000 اللي مذكورين، أنا أعتقد الرقم الحقيقي في الهند أضعاف ذلك، لكن تاني anyway ما علينا. أمريكا الأسبوع اللي فات ترى أعلى معدل 50,000 في اليوم، ولكن بدأت تتناقص. دكتور فاوتشي كبير أطباء أمريكا بيحذر من تزايد حالات الكورونا بطريقة أسوأ من أي شيء رأيناه سابقا، وده من ديلي نيوز. ولاية فلوريدا توصل الإصابة فيها إلى 10,000 حالة إصابة جديدة في يوم، ده من رويترز. ملبورن تواجه إغلاق مرة تانية للكوفيد. ريلي استراليا غالبا اتحسبت، أنا بهرج طبعا، لأن الإصابة بتتزايد في تاني أكبر مدينة أسترالية. أستراليا دي فعلا كانوا اتحكموا قوي في الإصابة، وبدأت الموجة التانية للأسف. أستراليا تغلق الحدود بين مقاطعتين لأول مرة من 100 سنة، الكلام ده ما حصلش في أستراليا من 100 سنة، بسبب تزايد الكوفيد في ملبورن، ده من راشن توداي. أستراليا في بداية الموجة الثانية زي ما وريت حضراتكم. الهند لا تزال تتقدم بشدة في عدد الإصابة، ده اللي معلن، وتخطت روسيا وأصبحت الهند هي الدولة الثالثة مش روسيا، فبقت أمريكا رقم واحد، البرازيل رقم اثنين، وروسيا رقم ثلاثة في عدد الإصابات للأسف. على فكرة رئيس البرازيل أصيب، دي آخر حاجة سمعتها. الإغلاق يعود مرة تانية لمدن كتيرة حول العالم، وده مرة تانية بعد عودة تزايد الإصابة، فربنا يستر وأرجو أن احنا ما نستهنش، ده من نيو ساينتست. نتنياهو يبدأ يقلق جدا بسبب تزايد انتشار الكوفيد مرة تانية في إسرائيل، وفعلا الموجة التانية اللي هتحصل في اللي بتحصل في إسرائيل قوية قوي، وبيحذر ويقول اننا في حالة طوارئ، ده من راشن توداي. بالفعل الموجة التانية في إسرائيل زي ما قلت لحضراتكم قوية وأدي شكلها، وبتضرب وبعنف. إعلان أن التطعيم اللي ستنتجه شركة فايزر يظهر نتائج إيجابية. أنتوا عارفين أنه في كذا تطعيم هذه الأيام شغالين، يعني التطعيم الصيني الكندي للأسف بيقولوا ده الأقرب أنه هيطرح غالبا في الأسواق قريبا، في التطعيم اللي بتنتجه شركة فايزر، في واحد تاني اللي هو اسمه نوفافاكس برضو قرب، ولكن كلهم على نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة. جامعة تينيسي قالت بوضوح هتخلي التطعيم إجباري للطلبة متى أصبح متاح. متخيلين؟ يعني من الأول هنجبر على التطعيمات زي الطلبة في جامعة تينيسي، ده من راشن توداي. دافع 1.6 من 10 بليون دولار دعم مادي لتطعيم نوفوفاك، اللي والفلوس دي دفعها الفيدرال عشان التطعيم. 1.6 من 10 بليون دولار. لكن العلماء يصروا يؤكدوا ان الأدلة المتاحة حتى الآن ان احنا نبني مناعة تستمر، اننا لا نبني مناعة تستمر ضد الكوفيد، يعني التطعيم مش هيبني مناعة ضد الكوفيد وتمنعه. ليه؟ لأنه في حالات أصيبت وخفت وكونت مناعة، والمناعة اختفت في أسابيع أقل من شهرين، ورجعوا أصيبوا بعد شهرين. فالمناعة بتعمل لمدة أسابيع فقط، يعني التطعيم هيعمل مؤقتا، هيجبرونا على التطعيم وهنتبهدل بسببه، والبعض هياخد أعراض جانبية، وآخرها هيكون كام أسبوع ويبقى ولا كان ليه أي لزوم. ده من نيو ساينتست. أكثر من 200 عالم، هم 200 حاجة و30 عالم، يصدروا تحذير رسمي ممضي ويطالبوا منظمة الصحة العالمية بسرعة التصرف، لأن الأدلة العلمية واضحة، الكوفيد بينتشر بالهواء airborne، والكذبة اللي كذبتها الصين من الأول وقعدت تخدع العالم فترة طويلة وأكدتها وزارة الصحة العالمية الكلب المدلل للصين. فمنظمة الصحة العالمية اللي قعدت تقول انه اولا زي كلام الصين، لا الكوفيد ما بينتشرش من بشر لبشر،
لا ده بينتشر بس حاجة بسيطة جدا. لا ده بس بينتشر بس اتس اوكي، ده دروبلتس تقع على الارض فخلي بالكم من السيرفس اللي بيقع عليها. لا مش عارف ايه، لا ده بينتشر في مدى ادوبك 3 قدم. كل الكلام ده كذب في كذب. العلماء المتخصصين و200 حاجة و30 عالم منهم مضوا هذه الورقة نتيجة أبحاث، الكوفيد از ايربورن، بينتشر بالهواء. وكان المفروض من الزمان WHO تعمل حسابها على هذا الأمر وتنبه على العالم. وكان المفروض الناس اللي عندهم يركبوا فلاتر للهواء اللي هي أنتي فايرال، اللي عندهم أجهزة تكييف أو ساكنين في العمارات أو بيوت المسنين وهكذا، ويبقى من الأول استخدام الماسكات من البداية. وأنا عمري ما هنسى الكذب اللي كانوا بيقولوه بتوع WHO والشلة اللي وراهم، لما كنت أقول للناس البسوا ماسكات يقول أنت بتنشر الخوف، والأثوريتيز قالت ما فيش داعي للماسكات. دلوقتي بقت الماسكات إجبارية بعد ما مات 500,000 بني آدم، وبعد ما 11 مليون شخص عيوا وأغلبهم اتبهدل أو نسبة منهم تعبانين راجعين دلوقتي. أوبس سوري، معلش أصل إحنا الناس اللي بتموت مش فارقة معانا. لو كان مزدحم أستاذ أمريكان إيجل، لو أنت في بيتك لوحدك من نوعية البيت المعزول، لا مش مشكلة. لكن لو أنت في بيت من الناس اللي هو الكندوز الصغيرة، الشقق الصغيرة اللي بتبقى فتحة تكييف أو تهوية واحدة بتمر ما بين كل البيوت والسيركيوليشن بتاع الاير بيمر ما بين الكل، يبقى طبعا الماسك في البيت. فهمني استاذ الحبيب، التهويه بتجي لك انت لوحدك من جهاز التدفئه بتاعك من بيتك لوحدك مستقل، ولا هو جهاز بيعمل سيركيوليشن في العماره بالكامل انت مش عارف مين عيان ومين سليم؟ كل واحد بيستخدم his personal judgment. ده من اكسبريس نيوز الانجليزيه. رغم فشل الدراستين اللي ادعيا اضرار الهيدروكسيكلوروكين، الدراستين طلعوا غلط، ورغم ان الدراستين دول تم سحبهم ريتراكت، دراستين طلعوا يدعوا ان الهيدروكسيكلوروكين تاثيره ضعيف وما بيقللش عدد الوفيات، والدراستين طلعوا غلط واتسحبوا. وادي تاكيد لحضراتكم ان الدراستين تم سحبهم من الراشن توداي، إلا إن منظمة الصحة العالمية ورغم خبرات الأطباء اللي قاعدين بيؤكدوا فعاليته في علاج الكوفيد، ورغم إن العلم المفروض ما ييأسش ويفضل يجرب، لكن منظمة الصحة العالمية تمنع اختبارات الهيدروكسيكلوروكوين للمرة الثانية. ليه؟ بيدعوا إنه فشل في أن يقلل الوفيات. إيه رأيكم؟ آدي مستر تيدروس، انا ما اعرفش ايه هدف الراجل ده على فكره، مع كل احترام ليه الاثيوبي والجنسيته وكل حاجه، انا مش عارف ايه الراجل ده بيعمل ايه. لو هو مش قد مركزه يبقى يسيبه، لو هو عن جهل ما يبقى كملش في المركز ده، لو هو عن عمد لا ده لازم يتعاقب هو وشي في محاكم عالميه. لا أعرف الدواء ده ليه مكروه من الناس دول، كل الجهات اليمينية تكرهه للدرجة دي، عشان بدأ يجيب فايدة في العلاج، عشان احتمال يقلل الاحتياج للتطعيمات. المثير إن منظمة الصحة العالمية كمان منعت مع الهيدروكسيكلوروكوين أيضا بعض مضادات الفيروسات زي اللوبينافير والريترونافير، اتمنعوا كمان مع الهيدروكسيكلوروكوين. ليه؟ قال مش فعالين. دكتور فاوتشي كبير أطباء أمريكا، وننقل بقى من الكوفيد على حاجات تانية، مع كتاب قال لنا هنسمع عن أوبئة، مش وباء واحد زي زمان يضرب كل 500 سنة، لا ده احنا نسمع عن أوبئة كده مع بعض. دكتور فاوتشي بيحذر إنه ما تصدقوش الصين، أخيرا فاوتشي نطق، أخيرا قالت الليت بقت كويس، إن الفيروس الصيني الجديد بتاع الإنفلونزا الجديد ده بيجمع صفات الانفلونزا الخنازير سواين فلو مع الانفلونزا الاسباني الاسبانيش فلو. فانفلونزا الخنازير اللي في 2009 اتلحق لكن اصاب 700 مليون وقتل له اكتر من نصف مليون شخص، ده السواين فلو. اما انفلونزا الاسباني سنة 1918 حضراتكم عارفين
ده اللي قتلت 50 مليون شخص. الفيروس الجديد الصيني ده متطبخ حلو كده ما بين الاثنين. طبعا العلماء هيطلعوا جري يقولوا لك ده تم بطريقة طبيعية، ما علينا، يقولوا براحتهم، لكن هو فيروس بطريقة طبيعية، بطريقة whatever، فيروس حلو قوي متطبخ بطريقة حلوة ما بين فيروسين قاتلين جدا، السواين فلو والاسبانيش فلو، من حبيبة القلب الصين مرة تانية. ده من CNBC. على فكرة يعني أنا عارف ما أقصدش أقول حاجة ولا نظرية مؤامرة، أنا بكره أتهم بهذا الاتهام، ولكن في علماء من اللي بيشرفوا على معمل أوهان واللي حذروا وقالوا السيفتي ميجرمنت في معمل أوهان ضعيفة جدا، قالوا غالبا الفيروسات اللي هربت من معمل أوهان مش هيبقى بس الكوفيد. على فكرة الكلام ده اتقال من عدة شهور، وآدي الكوفيد طلع، وآدي فيروس تاني في الصين شكله متطبخ ما بين فيروسين بدأ ينتشر. لكن يسكتوا؟ طبعا لا، رغم كل الدراسات اللي بتحذر من هذا الوباء الصيني الكارثي الجديد، إلا أن الصين نفس السياسة ونفس اللي عملته في طلوع الكوفيد، لا ما تخافوش، لا ده ولا حاجة، لا ده ما بينتشرش للبشر، ده لو انتشر للبشر بيكون بالعافية ما تقلقوش، وقعد العالم نايم على ودانه لغاية شهر مارس لما العالم لبس في الحيط من الكوفيد. نفس الكذبة ونفس الاسلوب اللي عملته على الكوفيد بتعمله في الفيروس الصيني الجديد. خبر بيقول ان الصين بتقول للعالم ما تقلقوش، الجي 4 اللي هو الفيروس الجديد ده، فالكوفيد 19 الجديد الصيني اسمه جي 4، الجي 4 من انفلونزا الخنازير ده مش جديد وده ما بيعديش البشر بسهولة، سبحانك يا رب. نفس الكلام اللي اتقال في يناير عن الكوفيد، نفس الكلام، does not infect humans easily، اتقال نفس التعبير في يناير، وطلعوا البلاندز يقول لك ما تقلقوش الفلو اصعب منه، هيعملوا نفس الامر في الجي 4 مره تاني. اهو قدامكم ادي اللي بتقوله الصين، ده رغم الدراسات بتؤكد انه ده كارثه لو ما اتلمتش من الاول، وكويس ان العالم قافل، يعني ممكن يتلم قوي بسهوله لان العالم اوريدي قافل، لو ما اتلمش ده هيعمل جائحه اصعب من الكوفيد بكتير. ايضا حاله من الاصابه بالطاعون الاسود حدثت في الصين بايام بعد ما كمان انتشرت منها الى منغوليا، وده من راشن توداي. فالبيونيك بليك الطاعون الاسود بتاع العصور الوسطى طالع مره تانيه من الصين، انا مش عارف ايه الموضوع. وكالعاده منظمه الصحه العالميه الخدامه بتاعه الصين واللي بتكذب لأجلها باستمرار، فخبر يقول لنا من منظمة الصحة العالمية ما تقلقوش وباء الطاعون الأسود الجديد اللي طالع من الصين ده مش خاطر، وظهر في الصين بس تم التحكم فيه بسرعة شديدة. ده اللي بتقوله لنا مين؟ منظمة الصحة العالمية تاني، أو actually تالت، ده من Russian Today. No high risk Bubonic plague outbreak in China is well managed. مين اللي بيقول لنا الكلام ده؟ تدرس مرة تانية WHO. هو الناس دول anyway، مش هتكلم أكتر من كده. حالة نادرة، ده الوباء الخامس في نفس الوقت، من الأميبا أكلت خلايا المخ، تكتشف في فلوريدا. أخبار الحروب اللي زادت جدا، طبعا عارفين انه بوتين نجح التصويت اللي هو عايزه، فكده كابتن بوتين قاعد معانا زي واحد صاحبنا، بس بوتين قاعد معانا لغايه سنه 2036، هيقعدوا كده اصحاب مع بعض. فالتصويت على الدستور يخلي بوتين يقعد في السلطه لغايه 2036، ده من اروز شغل. تايوان تفتح باب الهجره لهونج كونج بعد ما بدات تطبق الصين قوانين أمنية على شعب التايوان. انت عارفين الصين أبضايا يعني سيطرت على شعب التايواني غصب عنهم عن طريق الرشوة. انت عارفين الصين بتحتل العالم ازاي دلوقتي، طبعا عارفين الحكاية. الصين تدخل في دولة تبتدي تنفلتريت نظام الدولة، تبتدي تدخل تعين ليها سياسيين وفي مجالات الصحة ومجالات الاقتصاد وفي مجالات سياسية،
السياسيين دول يبتدوا يكبروا في المناصب بتاعتهم لغاية ما يوصل يبقى الأمور في إيديهم. ده عملوا كده في تايوان على فكرة. ولما يوصلوا آسف عملوا كده في هونج كونج. ولما يوصلوا هؤلاء إلى الحكم ويبقى الحزب الأساسي خلاص يبقى الدولة دي في إيد الصين. على فكرة الصين بتعمل نفس الحركة، هتتفاجئوا عارفين فين؟ في كندا. الصين بتعمل نفس الحركة في بدايتها في كندا، متخيلين؟ ودول تانية كتيرة infiltrating السيستم. وتلاقي الدولة بقت فجأة من قرارات السياسية مؤيدة للصين، ويزيد الأمر لغاية ما في الآخر يبقى الحكام أو الحزب الحاكم للدولة الفلانية خاضع تماما للصين، وتبتدي الصين تبقى خلاص محتلة الدولة زي ما عملت في هونج كونج. فالشعب الصيني، الشعب هونج كونج رافض تماما، لكن الحكام في هونج كونج خاضعين للصين، لدرجة وصلت إن الصين دلوقتي هي اللي هتشرف على أعمال الشرطة في هونج كونج. بل الصين وصلت بتحذر تايوان إنها تستقبل المعارضين من هونج كونج إليها. شرطة هونج كونج اللي أصبحت خاضعة للصين تقوم بأول قبض على شخص مخالف للسياسة الصينية. ده من فوكس نيوز، وأصبح كالعادة مفيش حرية تعبير. طبعا بدأت سلسلة الاعتقالات ضد كل الناس المقاومين للصين في هونج كونج. الغريبة ودي اللي استعجبت لها، 53 دولة أيدت الصين في سيطرتها، وأن لنا بسميها أنا آسف تعبير احتلالها لهونج كونج. 53 دولة، عشان تعرفوا الصين متغلغلة في كام دولة. 26 دولة بس اللي رفضوا الاحتلال اللي عملته الصين لهونج كونج. ده من فوكس نيوز. الصين أيضا بتهدد بريطانيا، وبتقول لبريطانيا إنها الصين مش هتسكت لو بريطانيا أعطت الجنسية لأشخاص من هونج كونج. يعني احتلت هونج كونج وعايزة تمنع أي حد يخرج من هونج كونج لأي حتة تانية، وأي دولة تستقبل الناس اللي بيهربوا من هونج كونج بعد احتلال الصين إليها، الصين بتهدد الدول دي لما تستقبل ناس هربانين من هونج كونج. ده من راشن توداي. أستراليا تسرع في تحسين للدفاعات بتاعتها بسبب تزايد تهديد الصين في المحيطات. البنتاغون يقول أن التدريبات الصينية ستسبب عدم استقرار أكثر في بحر الصين لأنها بدأت توسع للجنوب. الهند بتشجع مواطنيها لإلغاء الآب الصيني زي التيك توك. ليه؟ لأن الصين بتستخدم الآبس دي للتجسس على الهند. فالهند ابتدت تدي للمواطنين ماسكات حماية من الكورونا مقابل انه الشخص الهندي يلغي الاب ده، لان الاب ده اب صيني بيتجسس. على فكرة امريكا عايزة تعمل نفس الموضوع. بومبي بيحاول يقول للشعب الامريكي يلغوا الابس الصينية لانها تجسس. ده من راشن توداي. فمواقع زي اب زي تيك توك بتنزله على السيلفون، وبيجي لك السيلفون احيانا متحمل بيه اوريدي، خلي بالك ده توتالي بيتجسس لصالح الصين عسكريا. والصين فعلا، ده مش نظريه مؤامره، الصين فعلا استخدمته ضد الهند في الخلاف اللي حصل الفتره اللي فاتت، الخلاف الحدود اللي حصل ما بين الهند والصين. على طول الصين ابتدت تستخدم المعلومات اللي بتجمعها من الهنود من خلال مواقع وابس زي دي زي تيك توك وغيره. ده مش نظريه مؤامره، ده حقيقه. والهند دلوقتي لما اكتشفت الموضوع ده بتحاول باي شكل تقنع المواطنين الغوا الابس دي اللي بتتجسس علينا. بومبي يقول ان الفشل في مد القيود العسكرية على ايران يهدد المنطقة كلها. ده من عروس شفا. ايران تعترف ان الانفجار حصل، في انفجار قوي قلت لحضراتكم عليه الاسبوع اللي فات. الانفجار ده هو سبب تحطيم في اكبر موقع نووي ليها. ده من راشن توداي. اوروبا تحذر ايران للمرة السادسة، ايران بتخالف الاتفاق النووي. ده من راشن توداي. إيران تهدد إنها بنت مدن صواريخ تحت الأرض على طول شواطئ الخليج الفارسي. ده برضه من راشن توداي.
قادة روسيا وتركيا وإيران يتكلموا مع بعض عن استقرار سوريا، والغريبة أن سوريا ما كانتش موجودة في الاجتماع ده كالعادة. والثلاثة بيحذروا أن الضربات الإسرائيلية في سوريا لمواقع إيرانية هي دي سبب عدم الاستقرار. ده من تايم اوف إسرائيل. حزب الله يتعهد أن يشن حرب ضد إسرائيل هذا الصيف بسبب موضوع مد الخدمات. إسرائيل تعلن أن قرار مد الخدمات غالباً سيتخذ الأسبوع القادم، ده من جيروزاليم بوست. فتح في المقابل تعلن أنها مستعدة لتقوم بهجمات ضد إسرائيل. وفتح وحماس رغم الخلافات اللي بينهم يوافقوا على التعاون ضد إسرائيل وأمريكا. حماس من غزة أطلقت كالعادة عدة صواريخ على إسرائيل، فإسرائيل كالعادة قامت بضربة جوية على مواقع حماس في غزة. إسرائيل أطلقت ساتلايت تجسس جديد بنجاح لمداره. مجموعة إرهابية إسلامية تهدف للقيام بعمليات جهادية من خلال نشر الكورونا أكثر في الغرب وأمريكا. ده من ديلي ستار. فأي حاجة تستخدم يستخدموها. أسلحة مش مشكلة. تفجير طيارات يسوقوا عربيات يدوسوا بها المواطنين الغلابة في الغرب يقوموا بها المسلمين الإرهابيين، وليس كل المسلمين، بعض المسلمين الإرهابيين. كورونا وماله، نستخدم كورونا، مهم بس نموت الكفرة في الغرب. إخلاء عشرات بعد انفجار قوي في السوق في غرب فرنسا، ده من راشن توداي. أعمال العنف والمظاهرات بتتزايد جدا في المدن الأمريكية الكبيرة، وأعمال التخريب مستمرة. أخبار عامة، اليوتيوب مستمر في إغلاق القنوات اليمينية أو المحافظة اللي غالباً أغلبها مسيحيين، تحت ادعاء إيه؟ كراهية. المسيحي اللي يقول عن رأيه المحافظ كراهية، يلا يتقفل. اليساري أو الليبرالي أو المتحرر الغير مسيحي اللي يشتم ويهاجم ويستخدم كل أقصى الألفاظ في الهجوم على المسيحيين والمسيحية والكتاب المقدس، حرية، براحته، نساعده في نشر أفكاره. هذا اللي بيحصل والكلب مكيالي. تويتر يلغي استخدام كلمة سيد وعبد بسبب المظاهرات حتى في حاجات كتيرة، زي ما قلت لحضراتكم، بما فيها موضوع الكمبيوتر، هارد ديسك، هارد مين ماستر هارد ديسك وسليف هارد ديسك، ده كمان يتلغي. علماء أثار يهود اكتشفوا حفريات من وقت عزرة ونحامية يؤكد هذا التاريخ. أخبار اقتصادية، نقص العملات في أمريكا يجبر الزبائن إما يدفعوا القيمة بدقة أو يستخدموا الكروت فقط، كروت الائتمان. على فكرة في نقص عملة في أمريكا ودول كتيرة من العالم. البعض يتساءل هل نقص العملات في كل مكان هو وسيلة لدفعنا في اتجاه مجتمع بدون عملة؟ بالفعل مدن أمريكية تتجه أقرب إلى الدولار الإلكتروني، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن الصين أيضا بدأت تشجع العملة الصينية الإلكترونية. بسبب المشاكل الاقتصادية، واحد من أكبر سلاسل المطاعم الأمريكية اللي هي الشركة المالكة لبيتزا هات وويندز، غالبا الشركة دي هتشهر إفلاسها. بعد كل التاريخ ده بتاع بيتزا هات وويندز، احتمال الشركة دي تشهر إفلاسها. المساعدات المالية الأمريكية اللي قام بيها الفيدرال حكومة ترامب أنقذت 51.1 مليون وظيفة، ده من وكالة رويترز. بالرغم من اللي بيحصل في أمريكا، رغم حاجة غريبة جدا، الاقتصاد الأمريكي بيتحسن بشكل غريب، وتقرير الوظائف أفضل مما كان كل بيتوقعوه الخبراء، بل انخفض معدل البطالة بشكل غريب. فمعدل البطالة انخفض ب 11.1% بس، ده من ياهو فاينانس. فأكشن الاقتصاد الأمريكي بتحسن جدا وسط كل المصائب اللي بتحصل ما بين كوفيد وما بين المظاهرات وعمل تقريب وغيره، والأسهم فعلا
داو جونز زادت جدا الأسبوعين اللي فاتوا. فعلا اضطهاد المسيحيين اللي زاد. كاتدرائية سان ألبان هتستبدل المزود المعتاد اللي احنا عارفينه بمزود حاطين فيه شخصية الطفل يسوع المسيح كطفل أسود، وأيضا هغيروا صورة العشاء الأخير بشخصية المسيح إنسان أسود. أنا ما عنديش إشكالية المسيح للعالم كله، بس ما نغيرش الحقيقة. المسيح جاي شرق أوسطي، منطقة إسرائيل في العصور الوسطى، يعني ملامحه قمحية. ما يعملوش إنسان أسود بس عشان خاطر يجاملوا بلاك لايفز ماتر، وطبعا برضو اللي بيطلعوه أشقر قوي ده برضو مش دقيق، باي ذا واي. ليه كده؟ ليه اللعب بالشكل ده؟ ده من ديلي ميل، هذا اللي بيعملوه. مذيع سي ان ان كريس كومو اللي هو أخو حاكم نيويورك، وهو طبعا واضح زي أخوه الاثنين ملحدين، يقول أو يرفض وجود الله ويقول أنت لا تحتاج مساعدة من أعلى. شكرا. يعني الإلحاد ده اللي يخليك طبعا مش بتفقد الألم، أنت لسه بتتألم من المظاهرات ومن مشاكل اقتصادية ومن الكوفيد، لكن تفقد الأمل إن مفيش حتى إله يساعدك. الانحدار الأخلاقي اللي زاد. الصين تفرض حبوب منع الحمل على الأقليات عشان تقلل من عددهم. يعني الصين بتعمل إبادة جماعية بس بأسلوب تاني، الأقليات وبس، زي المسيحيين والحاجات اللي هي شايفاهم الصين مش موالين لكابتن شي. بوتين يسخر من السفارة الأمريكية اللي وضعت علم الشواذ عليها، ده من وكالة رويترز، فاتريق على علم الشواذ فوق السفارة الأمريكية. سلسلة صيدليات سي في اس الأمريكية تحط كورنر زي المكياج اللي عاملاه للستات، تحط كورنر جديد مكياج الرجالة، يعني الكسوف. ليه؟ علشان الشواذ في آلاف من فروعها، لأن هذه التجارة في تزايد شديد للمكياج بتاع الرجالة الشواذ. فعلا مجدهم في خزيهم. مدينة أمريكية تقبل رسميا، عشان تعرفوا الموضوع ده، معلش ركزوا معايا فيه وأنا آسف عليه، تقبل رسميا تعدد العلاقات الجنسية. يعني مفيش مشكلة واحدة ومعاها تو بوي فريندز، ولا واحد ومعاه تو جيرلز أو أكتر، أو تعدد العلاقات في نفس الوقت الجنسية، مفيش أي إشكالية. إيه رأي حضراتكم؟ عشان تعرفوا الخطيئة عمرها ما هتقف. الشواذ يا حرام، لا ده مش حرام، ده هو طريق خطوة لبعدها، بعد كده البيدوفيليا الأطفال، بعدها تعدد العلاقات والجنس الجماعي، وعادي مسموح. عشان تعرفوا الخطية مش هتقف. وحاجة تانية برضو أوضحها ومهمة في رأيي، عشان تعرفوا اللي بيقول ليه ربنا ما تدخلش ومنع الوباء، هو العالم أصلا رجع لربنا وتاب وطلب ربنا يساعده؟ فين؟ ده العالم بيزداد في الخطية للأسف، للأسف. ديزني ونيكلوديان بتعوت الكرتون بتعوت الأطفال للأسف مستمرين وبقوة بالدعاية لأجندة الشذوذ للأطفال، ويذيعوا حفلات شواذ للأطفال وإعلانات الشواذ على الهواء باستمرار في ديزني ونيكلوديان عشان يقنعوا ويغسلوا مخ الأطفال بالشذوذ. ايه رأي حضراتكم؟ فالشذوذ دلوقتي اصبحت موضة، بينشروها ازاي؟ عن طريق خداع الاطفال والشباب. هذا اللي بيحصل. فحقيقي الخطية زادت، وعشان كده احنا في المقابل علينا دور. دورنا ايه؟ محتاجين نتكلم. وما تخافش، خطية قول عليها خطية، احنا بنحب الخطاة وبنقول الخطاة ارجعوا وتوبوا بكل محبة، لكن ما بنحبش الخطية مش هنتماشى معاها. حاجة تانية، حقيقي محتاجين نصلي لأجل كل اللي بيحصل في كل مكان من أتعاب مختلفة جدا، ويريد بلاش الخلافات اللي بيحاول البعض اللي بسميهم زارع الخصومة بين الأحبة اللي عايزين يزرعوا خلافات طائفية بأي شكل. مش وقت خلافات دلوقتي، وقت صلاة، وقت اتحاد، وقت فعلا صوم، وقت خدمة، وقت تبشير، وقت إنارة للي بيعصروا في العالم، وقت استعداد حقيقي لمقابلة العريس. والشيطان عارف ان ليه زمان اخير. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نخافش
زي ما قال لنا معلمنا بطرس: اما خوفهم فلا تخافوه. وقال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن في زمن زاد التشكيك، وقال لنا قبل ما تحصل عشان لما تبدا تحصل نستعد، لان ربنا عارف ان العالم ده هيكون شاغلنا بكل الاخبار السيئه دي. عريسنا قرب، ولكن الشيطان عارف ان ليه زمان يسير، عشان كده بيزود. فايضا احنا محتاجين نزود استعدادنا وحياتنا الروحيه. ربنا يبارك حضراتكم. المسيح اقترب، اصنعوا الثمار تليق بالتوبه، واستعدوا لاستقبال العريس. امين. تعالى ايها الرب يسوع، وربنا يبارك حضراتكم جميعا.